شعبية يعني ليك شعبية كبيرة الحمد وتاريخ لله. كبير. عايز برضه أفكرك بمئوية نادي الاتحاد، ضربة البداية بين اتنين نجوم كبار، خطيب كابتن محمود الخطيب طبعا نجم النادي الأهلي وكابتن شحتة الإسكندري نجم الاتحاد. طبعا. فكرنا برضه باليوم المئوية دي واللي حصل ما بينك والكلام لا. اللي ضرب ما بينك وبينك كابتن محمود الخطيب. لا احنا لازلنا يا الخطيب لازلنا سوا. وبعدين ايه هنلعب ادي لك الكوره بس اوعى تديها للفرقه الثانيه لاعبها فرقتنا. وبعدين هو قلت له ايه خلاص بقى بيبو بيبو بيبو. قال لي ما تيجي معايا. قلت له لا انا خدت وقتي حضرتك تلف وتعالى عندي جنبي. او راح بقى للجمهور جمهور الاتحاد. يعني هي في تقارب في نادي الأهلي ونادي الاتحاد.